ياسر، ماذا لديك من تفاصيل إضافية بجانب ما جرى ذكره؟ نعم هنا بعد تحية، هناك المصادر الأمنية تتحدث عن حادثة طعن في جزيرة جربة السياحية جنوبية البلاد. تعرض يعني شرطيين اثنين بهجوم بسكين، والمصادر الطبية تتحدث عن إصابة خطيرة لأحد عناصر الأمن التونسي. هناك يعني ما زالت الأنباء المتواترة تتحدث عن هذا الشخص الذي قام بالاعتداء، لكن المصادر الأمنية الرسمية لم تكشف هويته. تم القبض عليه، تم إلقاء القبض على هذا العنصر بالتحديد قرب أحد الفنادق في سواحل هذه المنطقة، منطقة جربة، وتمت السيطرة عليه. لكن ما نستطيع تأكيده هو الآن بأن أحد عناصر الأمن التونسي أصيب بجراح وصفت بالخطيرة جراء هذا الاعتداء وهذا الهجوم. طبعا هذا الهجوم يأتي بعد أيام قليلة من هجوم نفذته مجموعات إرهابية في منطقة جندوبة شمال غربي البلاد. مصادر محلية تتحدث عن محاولة هذا الشخص الاعتداء وتسجيل اعتداءات بشكل عدد أكبر من يعني عناصر الأمن التونسي، ولكن سرعان ما تمت يعني السيطرة عليه، وهو ما أنقذ الموقف وفق المصادر المحلية وشهود العيان. هذا يعني هذه العملية لم يتم الحديث أو تصنيفها إن كانت إرهابية حتى اللحظة من المصادر الرسمية أتحدث، أو إن كانت جنائية، ولكن مصادر محلية تتحدث بأنه على ما يبدو هذا الشخص التكفيري الذي قام بعملية الطعن. إذن ياسر دبابة، شكرا لك على كل هذه المعلومات. مراسل ألغد كنت معنا عبر الهاتف من تونس.